ايه الفيز اوف الدياجرام اللي رسمناه المره الماضيه اذا فاكرين. احنا قلنا دائما عندنا في اس بعد هيك جي اي ارمشر اكس اس والغرفه اللي طلعت معنا شو اسمها؟ اي اي هاي شو بتمثلنا؟ ليش دورنا عليها؟ علاقه الاي اي علاقه الاي اي مين المسؤول عنها؟ مهدي مين؟ الاكسايتيشن صح؟ قلنا احنا عندنا شغلتين، الشغله الاولى الكرنت الجنريتر تو باكس ستيتر وروتر. اكيد الستيتر له ريجن بيشتغل فيها وريجن ما بيشتغل فيها. الكرنت بالنسبه للذاكرين حكينا المره الماضيه قلنا الارمتشر كرنت ممكن يكون هون ممكن يكون هون ورسمنا سيركل وقلنا هاي السيركل خطا. ليش خطا؟ لانه ما فيش ريفرس باور. فقلنا هو لازم يشتغل بس في المنطقه هاي. هاي المنطقة اللي يشتغل فيها. بالنسبة لنا هذا أكبر كرنت راح يشتغل عنده، أكبر آرمتشر كرنت راح يشتغل عنده. قلنا هاي السيركل، هاي السيركل at rated voltage at rated voltage شو بتمثل لنا؟ الأوتبوت أبيرنت باور. ليش الأوتبوت أبيرنت باور؟ هو الأمبير أضمه بأي فولتية شو بيطلع معك؟ الأبيرنت باور يا إما لاجنج يا إما ليدنج، بس مش مسموح شو يكون؟ نيجاتيف كرنت. ليش مش مسموح يكون نيجاتيف كرنت؟ موتر. احنا عارفين احنا نحمي الجنريتر من الموتور اكشن صح؟ سوري مش من الموتور اوبريشن اللي هي ريفرس باور. ممنوع يشتغل بريفرس باور. طيب ركز سوا. هذا الكرنت ممنوع، الارمشر كرنت ممنوع يتجاوز عن هيك ريدس، او الابيرنت باور ممنوع تتجاوز الريت الابيرنت باور او الماكسيمم ابيرنت باور. هذا مين؟ الستيتر. طب الروتر شو فيه؟ فيلد. هذا الفيلد مش لازم يتجاوز حد معين على اساس انه الروتر سيركت ما تتدمرش. طيب هاي الروتر سيركت ما تتدمرش مينلي شغلتين احنا بنخاف فيهم بالروتر، شو هم؟ الكرنت والفلكس. ليش بنخاف من الفلكس؟ لانه اوفر هيتنج صح يصير، راح يصير معنا. عشان هيك حكينا عن البي اوفر ايش؟ فولت بير هيرتز. الفولت بير هيرتز لازم يكون ضمن رينج. كان عن الجنريتر انه كم؟ 105% ذاكرين ولا لا؟ طيب عشان هيك احنا خلصنا الستيتر. الروتر، الروتر سيركت مينلي الاي اي هي اللي بتبين لنا حد الاكسايتيشن. فزي ما كنا نعمل بالماشين نرسم سيركل، هاي السيركل شو بتمثل لنا؟ الاوبريشن ات كونستنت اكسايتيشن، اي اي ات كونستنت اكسايتيشن. بس هذا الاكسايتيشن احنا ناخذ الماكسيمم تاعه. فقلنا بدنا ناخذ التو ريجنز مع بعض. ليش ناخذ التو ريجنز مع بعض؟ لانه بالاخر وان جنريتر راح يشتغل. فكيف بنرسمهم التنتين؟ احنا ببساطه هاي حولناها لمين؟ لباور. كيف حولناها لباور؟ اتريتد فولتج. ضل الثاني شو نسوي؟ نحولها لباور. عشان نحولها لباور كالعاده الريتد فولتج احنا بنقدر نتنبأ فيه، بدنا نفكر بالكرنت. عشان نفكر بالكرنت لازم يكون الزيرو مش هون، ولا لازم يكون الزيرو عندنا هون. الزيرو واضح ولا لا؟ طيب فعشان هيك نرسم الزيرو الجديد. هذا بالنسبه لنا جي اي اي اكس اس، وهذا ماينس في فيز. بس هاي النقطه زمان كان هاي الصفر وهاي في فيز. اذا هاي صفر شو بدها تكون؟ هاي ناقص في فيز. وهاي بالنسبه لنا الاي اي. في شيء جديد علينا؟ ما صار شيء جديد. طيب ايش بدنا نعمل؟ بدنا نضربها بفاكتور. هذا الفاكتور نرسم الفيزر دايجرام بسرعه. هذا جي اي ال في اكس اس. شو محتاجين معه حتى يتحول لابيرنت باور؟ بس نضربه بالفولتيه صح؟ فمباشره هذا حيصفي معي اس بتساوي 3
في فاز اي فاز في بس في فاز في اي فاز. هاي النقطة اللي هون كانت زمان لي فاز. فشو عملنا فيها؟ تخيل معي هاي تحولت لهاي. كيف هاي تحولت لهاي؟ ضربناها بلي فاز على كم؟ على اكس اس. هاي ضربة ضل الثلاث مش مشكلة، الثلاث موجودة معنا. نفس الشيء نستخدم نفس العلاقة اللي هون. هاي كانت زمان لي فاز، شو راح تصير؟ ناقص ثلاث لي فاز سكوير على اكس اس. حكينا هاي لوحدها، هاي لوحدها كانت تظهر معنا ولا ما كانت تظهر معنا؟ اللي هم وقت اللي في الفصل كنا ناخذ. طيب الان الاي اي هاي شو حتصير؟ ثلاث اي اي في فيز على اكس اس. هاي شايفها انت قبل هيك كلها مش شايفها؟ شو هاي؟ بي ماكس صح؟ للبيرفز مع الثلاث مع الثري فيز. فالآن أنا وياكم إيش اللي راح يصير معنا؟ مش لازم نتجاوز البي ماكس، مش لازم نتجاوز الأس ماكس اللي إحنا بندور عليها. فعشان نرسمهم سوا، عشان نرسمهم سوا، هذا زمان كان على راديوس، أيوة لازم يظل على نفس الراديوس، لكن السنتر تاعه شو صفه معنا؟ ناقص في فيز سكوير على إكس إس. هذا البلين شو تتخيل؟ شو الاكس اكسس شو الواي اكسس تاعه؟ كمان مره هذا البلين تاع مين؟ تاع الاستيتور، تاع الاستيتور. فهاي بالنسبه لنا البي، وهاي شو بتكون؟ الكيو. اذا ذاكرين حكينا مش شرط نرسم السيركل هاي كلها، ممكن نقطع منها جزء. ايش هذا الجزء اللي ممكن نقطعه منها؟ ليش ممكن نستثني جزء من هون؟ كثر من هذا الماضي لا الليمت تبع الجزئي، الليمت تبع التربايت الميكانيكال بارت. هذا الجنريتر ممكن يطلع مثلا ممكن يطلع ريال باور 100 ام في ميجا وات تمام، لكن التربايت نفسه بقدرش يطلع، بقدرش يشتغل على اكثر من 90 ميجا وات. هل ممكن نقول الجنريتر او الجنريشن يونت تقدر تطلع 95 ميجا وات؟ لا صح ولا لا؟ ممكن تطلع ابيرنت باور بمقدار 100 ميجا فولت امبير، بس مش 100 ميجا وات. ليش؟ لانه الريال باور هي اللي بتهمني اللي على الشافت. لكن السوينج ايكويشن شو كانت؟ سيجما تورك او سيجما بي. فاحنا بيهمنا بالشافت الباور، لانه ريال باور، الريال باور الميكانيك ريال، ما فيش ايماجينري فيها صح؟ طيب هنرجع كمان مرة. هذا كان للستيتور V و Q. رد عيد لأنه ثلاثة أرباعكم مش معي. يفترض إذا بنهتم بالستيتور لوحده نرسم سيركل ممكن نشتغل عليها. هاي السيركل شو بتمثل لنا؟ أقصى كرنت ممكن يتحمله الستيتور، لأن الستيتور بالنسبة لنا دائما شغال at rated voltage أو around rated voltage. الخوف مش من الايزوليشن، الخوف من مين؟ من الهيت لوسز. الهيت لوسز يعني كبر لوسز تاعت الستيتر. قلنا النقطة الثانية دائما بالهيت عندنا كبر لوسز تفكيرنا، إلا في تفكير آخر على الهيت شو هو؟ الفلكس. فقلنا الفلكس احنا عندنا شغل ثاني شو هو؟ فولت بير هيرتز. شو عملنا في هذا الفولت بير هيرتز؟ ناقشنا وقلنا في معاه ريلي وديستنس ريلي وخلصنا. فالآن بدنا نفكر بالستيتر كفر لوسز. الستيتر كفر لوسز كرنت ديبندنت، فالكرنت لو كان ضمن هذا الرينج ما عندناش مشكلة لغاية حد معين. هذا الحد المعين اللي هو الماكسيمم ريتد كرنت أو الماكسيمم بوسبل كرنت. هذا الماكسيمم ريتد كرنت لو ضربناه بالريتد فولتج بتطلع هاي السيركل تاعت مين؟ تاعت الأبيرنت باور. بس قلنا هذا الجزء مش شغال معنا. ليش؟ لانه مو فبدناش اياه.
فنرجع السنتر شو كان؟ زيرو أمبير. زيرو أمبير أضرب الفولتية يعني زيرو أبيرنت باور، صح؟ فصار عندي تو أكسس شو هم؟ بي وكيو، صح؟ شو معنات إنه الكرنت هون 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 لاك أو لين، صح؟ يعني رياكت باور بوزيتيف أو نيجاتيف، فما تغيرش علينا شيء. فكل اللي احنا محتاجينه عشان الستيتر نرسم سيركل، راديوس تاع السيركل كم؟ كم هذا الراديوس؟ الريتد ام بي اي، الريتد ام بي اي وانتهى الموضوع، تمام؟ وهي البي والكيو، هاي الستيتر. الروتر شو طلع معنا حسب الريزلتس؟ نرسم سيركل، انسى انه في ستيتر. هاي الرسمه بالنسبه لنا رسمه سيركل، ماكسيموم اكسايتيشن تاع الروتر، السنتر تاعها شو حيكون؟ ناقص 3 بي فيز سكوير اوفر اكسس، وبعد هيك بناخذ الماكسيمم كرنت وبنرسم السيركل بتاعته. واضح ولا مش واضح؟ شايف مش احنا هذا الماكسيمم فيلد اللي راح نشتغل عليه؟ ولا لا؟ طيب هذا الماكسيمم فيلد اللي راح نشتغل عليه، هاي السيركل. لو حبينا نرسم التو سيركلز مع بعض، تو سيركلز مع بعض، لانه هاي الرسمه شو صفت؟ برضه بي وكيو. ولا لا؟ مش احنا حولناها لبي وكيو، شو شايفين هون؟ ابيرنت باور، مش كلياتها ابيرنت باور؟ طيب لو حبينا نرسمهم الاثنين سوا، كيف راح تطلع رسمتهم؟ رسمتهم الريدس اللي هون بالنسبه لنا لارج، بس اللوكيشن تاعه تحت، يعني راح تطلع معنا رسمه واضح هون ولا لا؟ فكأنه احنا عندنا رسمه تاعت الستيتور. هاي رسمة مين؟ الستيتور، واضح انه السنتر تاعها مين؟ زيرو. ورسمة ثانية السنتر تاعها تحت فرضا هون. رسمة مين حتكون؟ رسمة الروتر حتكون شيء زي هيك. وضحت؟ فالاوفرلاب اللي بيناتهم او الاندنج اللي بيناتهم وين حيكون؟ هاي المنطقة اللي هون. راح نعلمها كيف راح تكون؟ هذا الروتر ليميت، هذا الروتر ليميت، وهذا الستيتور ليميت لغايتهم. في حد معترض؟ هذا الروتر ليميت اللي رسمناه من السيركل تاع 3 جاي لسه، كمان في رينج ثاني. نرجع للفي كاب، واضح ولا لا؟ في حدا معترض على هاي الرسمة؟ بس عشان ما ضلش كبيرة بدي امسحها وارجع ارسمها بالنص. شو اسمه اللي بنرسم فيه احنا؟ ما شاء الله. كابابيليتي كيرف بتاع سينكروس جنريت. اللي طلع معنا احنا شغالين في البوزيتيف ريال باور، بس في البوزيتيف، صح؟ في عندنا هاي داش سيركل تاعت مين؟ تاعت الستيت. وفي عندنا هاي السيركل تاعت مين؟ تاعت الروتر. هاي المنطقة اللي هون ما راح نشتغل عندها. ليش ما راح نشتغل عندها؟ الروتر بتدمر اللي هون، ها؟ صح؟ طيب وحكينا انه في جزء هون ممكن ما يكون افيلبل عندنا، ليش؟ حسب الميكانيكال سبب. لكن اذا ذاكرين بالفي كيرف اللي شرحناه بالماشينز وطولنا فيه، كيف كان الفي كيرف تاع الماشين؟ الاصل هيك، صح؟ كان في 3 ريجنز، شو هم؟ هاي اليونيتي، صح؟ هون اندر اكسايتيشن. اللود شو كان؟ لاجينج ولا ليدنج؟ لا اندر لا هون الموتور غير عن الجينيريتي، هون ليدنج ريجن، هون لاجينج. احنا بنحكي هون ايش؟ جينيريتي. نبهكم انه احنا بنحكي عن اللود، المرة المليون
هاي سينكرونس جنريتر، هاي بي ار، وهاي في تي في فيز. لو كان اللود كاباستيف، لو كان اللود كاباستيف بده يطلع كيو ورجع على السورس، شو لازم تعمل بالاي ار انت؟ تزيد الاكسلتيشن، قلل الاكسلتيشن، قلل الاكسلتيشن. مش احنا الرياكتيف باور، الرياكتيف باور الاي ار ماجنتيود تقريبا يا في فيز ماجنتيود الرياكتيف باور من الاعلى. طب انت عندك لود كاباستيف، عندك ليدنج لود، شو بدك تعمل بالاكسلتيشن اللي هون؟ بدك تقلله، تقلل الاكسلتيشن. فاللود بالنسبه لنا بده يكون ليدنج، فبنقلل الاكسلتيشن. اللود كان لاجن، بدنا نزوده بالاكسلتيشن، بدنا نزوده بكيو. كيف نزوده بالكيو؟ لازم نرفع الاي اي، الاي اي كوساين دلتا لازم تكون اعلى من الفي. نقلل الاكسلتيشن عشان يعمل ابزورب، عشان نسمح للجنريتر انه يستهلك الرياكتيف باور اللي اصلا الجنريتر اصلا اللود. طب اللود هو كاباستيف؟ لا، متى احنا بنعمل مودلينج لا اي شيء مشبوك بالجنريتر بكاباستيف لود؟ ترى شايف الحكي معك اعلى ولا اقل من السيرج امبيدنس لودينج؟ اقل، اي شيء اقل من السيرج امبيدنس لودينج هو كاباستيف. طيب احنا بنحكي عن الترانسمشن. طيب نرجع، لسه ما خلصنا احنا. هذا الفي كيرف اللي شرحناه بالماشينز كان برضو له ليميتس. الليميت ايش الاكس اكسس اللي هون؟ اي اي مع تثبيت الفولتيه هي نفسها الريال باور. ففي كان ليميت هون، شو هو؟ ريتد باور. اكثر من هيك ارمشر كانت ما بنطلع اللي هو ريتد باور. وين موجود عندنا هون دائره رسمه اللي هي السيركل هاي، صح؟ طيب كان عندنا منطقه ثانيه، شو هي؟ انه ما بنزيد الفيلد عن الاي اف ماكس. اي رسمه؟ السيركل هاي، صح ولا لا؟ ضل في منطقه ثالثه بحكي لي اياها وقت علامة، شرحناها بالماشين بالباور كنترول. منطقة ثالثة مش لازم نشتغل فيها. وين؟ يعني نفس ريجن بوزيتيف؟ نفس يعني بالنسبة لنا نقسمهم لفور ريجن، صح؟ بس عشان تقدروا تنقلوني A B C D، عن أي ريجن تحكي؟ نقسم على الرسم لا لا، بحكي عن الفي كيرف. الفي كيرف في ريجن ما كنا نشتغل فيها. ايه؟ ايه، ليش ايه؟ مثلا بدون تفسير ما حدش يجاوب. طيب شو المشكلة الفلكس يكون ديلي؟ هاي في ثيرمال ليميت اللي كنا نحكي عنه. هاي المنطقة اللي هون ما بنشتغل فيها، لأن المنطقة اللي هون، تخيل معي هيك علامة، المنطقة اللي هون أنت بتحكي عن low excitation. شو يعني low excitation؟ EA أقل ما يمكن، أو قبل EA الflux أقل ما يمكن. طيب لما الflux أقل ما يمكن المشين وين راح بالشارع؟ روح المشين شو هو؟ الflux. لما الflux أقل ما يمكن أنت ممكن تأخذ منه باور عالي. شو معناته؟ تخيل معي فولتية قليلة وبدي باور عالي، معناته الأمبير شو بده يكون؟ أكثر من طاقتها. فهي المنطقة thermal ريجن بالنسبة. هاي الثيرمال ريجن اليوم ما بندخلها، فبنضطر نشيلها من هون. عشان نشيلها من هون اللي هي هاي، هاي اللي هون برضه ما بنشتغل. هي بتشبه هاي بس هي ابدا مش نفس السبب، ها؟ ما لهاش علاقة في نفس السبب. تمام ولا مش تمام؟ نفس ما عبرت صح. حطيتك A و B و C، يقول فيه لا الجهة الثانية. غير هيك انه هذا موجود عندكم بالسلايدات، صح؟ طيب واضح الكابابيليتي كير بتاع السينكرونس جنريتر شو هو؟ للتوضيح اكثر، بما ان احنا صرنا طالعين على السلايدات، احنا دائما بندرسكم الروتر انجل ستابيليتي وما بندرسكم الفولتج ستابيليتي. البي اي يساوي 3 في فيز اي اي على اكس اس ساين دلتا. هذا اهم شيء عندنا. ليش؟ لانه السيستم بده يكون انستيبل، فهي اهم فاكتور عندنا. لو حبينا نرسم الكيرف، هي الكيرف اللي عندنا.
الآن لو كان عندي سيستم هاي ترانسميشن لاين، هذا الترانسميشن لاين مع سيريس كومبنسيشن زي ما أخذته بالباور كنترول، هاي الجنريتر اللي هون، هذا الجنريتر كيف راح يتأثر بإضافة الإكس سي اللي ضفناها على الترانسميشن لاين؟ ليش ضفنا سيريس كومبنسيشن؟ نزيد الباور كنترول عشان نزيد الباور كنترول. هذا مش الهدف الأساسي، هو جزء بيطلع منه بس النقطه الاساسيه من اي شيء بتشوفه انت كومبنسيشن رياكتيف كومبنسيشن معناته فولتج او رياكتيف باور كنترول. احنا على اساس نعمل فولتج كنترول على هذا الترانسميشن لاين شو سوينا؟ ضفنا سيريز كومبنسيشن. هذا السيريز كاباسيتيف كومبنسيشن شو راح يعمل لنا؟ راح يقلل الاكس، يعني لو احنا ندرس استابيليتي عند هذا البس مش هذا الاكس، هتقلل الاكس اس او الاكس ايكوفالنت اللي احنا شايفينها عند هذا البس. فهي شو حيصير فيها؟ هتقل. لما هتقل شو بدي يصير معي؟ رح نقصم كير اعلى بكثير. شيء ايجابي ولا سلبي؟ ليش سلبي؟ اي تغيير بالضوطيه بتغير الباور كير. انا من ناحيه هاي ناحيه سلبيه، بس في ناحيه ايجابيه احنا بنزيد الباور كير. فاحنا اي شيء هون موجود له تو امباكتس، تو نيجاتيف امباكتس. البوزيتيف امباكت انه زدنا الباور كابابيلتي، بس هل هي اعلى من الثيرمال ليمت؟ يعني المحاضرة الماضية إذا ذاكرين، مع إنه واضح معي إنه حد ذاكر الشيء، إحنا قلنا إضافة البارالل لاينز دبل سيركت اللي بنحكي عنها إيجابي ولا سلبي؟ إيجابي. إيجابي من ناحية شو؟ الإكس إكوفالنت شو صار فيها؟ النص. بس بالمقابل لو فصل لاين كل الباور اللي كانت هون مين بدي يحملها؟ بس قول مش مشكلة، إحنا تجاوزناها هاي نقطة وخايفين منها. الخوف الثاني من مين؟ من الدلتا. مش اذا طلع لاين هون حتختلف الدلتا اللي هون ولا ما راح تختلف الدلتا اللي هون؟ حكيناها المحاضره الماضيه بترجعوا. فنرجع لنفس النقطه، اضافه سيريس كومبنسيشن، اضافه سيريس كومبنسيشن شو سوت لنا؟ غيرت لنا الباور كيرف. نقطه ثانيه حكينا عنها المحاضره الماضيه او اللي قبليها اللي هي السينكرونس اوسيليشن. الاوسيليشن اللي ممكن يعاني منه الجنريتر، الجنريتر منه الكتريكال بارت ومنه ميكانيكال بارت. لو انا بدي اعمل له مودلين كامل مش للميكانيك لحاله، بقول له دائما الميكانيك حمزه شو مالهم؟ لو فريكونسي بالنسبه للالكتريكال. لو بدي اخذ مودلين كامل كامل له راح يطلع معي له ناتشرال فريكونسي زي اي ترانسفير فانكشن، زي اي موديل وعملت له ترانسفير فانكشن. اضافه كاباسيتنس، اضافه كاباسيتنس، هاي الموديل اللي هون هل راح يغير الناتشرال فريكوانسي ولا راح يغير الناتشرال فريكوانسي؟ طلع معي انا ايش انا بحكي عن شيء برا الجنريتر. اي شيء برا الجنريتر يعني ترانسميشن سيستم، يعني ار ال سي سيركت. الار ال سي سيركت، الار ال سي سيركت هاي اضافه كاباسيتنس معها شو حتساوي بالناتشرال فريكوانسي بتاعتها؟ بتغير اكيد، حتغير، حتزيدها ولا حتقللها؟ أسرع طريقة سي شو صار فيها؟ زادت صح؟ وشو صار معي؟ قلت لما قلت شو احنا صار فينا؟ تربنا لما نقترب من الناتشرال فريكونسي تاعت مين؟ تاعت الجنريتر مش تاعت الميكانيكال بارت من الجنريتر، شو ممكن يصير عندنا؟ اوسيليشن. هذا الاوسيليشن شو راح يأذي؟ هيأذي الجنريتر وبالذات الميكانيكال بارت منه. لا مش هارمونيكس، ريزونس ريزونس غير السب سينكرونس ريزونس اللي حكينا عنها. السب سينكرونس ريزونس شيء وهاي شيء ثاني، تنتين اوسيليشن بس واحده الكتريكال واحده ميكانيك. فهاي النقاط يعني يا ريت نهتم فيها. وبصير تعيدها خلاص نعيدها؟ طيب ماشي. نحكي فيها حاليا الكابابيلتي تاعت اي جنريتر، وضح معنا انه الريال باور والرياكتيف باور مش دائما ديكابلد زي ما كنا ندرسهم صح؟ انه الجنريتر بيهتم بالريال باور وبيهتم بالرياكتيف باور. هاي المنطقه بالذات، هاي المنطقه بالذات احنا بنحكي عن كاباسيتيف كرنت. هذا الكاباسيتيف كرنت كان مش مسموح. ليش ما كانش مسموح؟ لانه انت بتطالب بكرنت بدون فلكس،
كارنت مينلي نوعا ما بدون فلكس، فكارنت بدون فلكس شيء مش مقبول وحكينا عنه. فنكمل في نفس السيناريو، شو هو؟ انه الجنريتر شغال وظاهر لنا انه الجنريتر ما فيش فيه مشاكل، لكن للاسف في عندنا مشاكل. هذا الكيرف كثير بوضح لنا مشاكل. يعني لو كان عندنا جنريتر هاي البي ماكس تاعته فرضا قلت الفولتيه تاعته، قلت الفولتيه تاعته، شو راح يصير معنا؟ شو راح يصير فيه؟ البي ماكس حتقل. العلاقه شو هي؟ لو افترضنا انه الاي هاي ثابت، الاي قلت شوي 10%، شو راح يصير؟ راح يقل 10%. لما يقل 10% زمان كان عندنا لود عند هاي الزاويه دلتا مثلا دلتا 1 اجباري بسبب انخفاض الفولتيه، شو صار عندنا؟ انتقل لدلتا 2. دلتا 2 احسن من دلتا 1 ولا اسوأ؟ اسوأ، لان احنا بنقترب ل 90، نقترب ل 60 صح؟ طيب اقترابنا لل 60 اقترابنا من المارجنز. اذا ذاكرين كنا نحكي النورمال اوبريشن، شو هو النورمال اوبريشن بالنسبه لل للباور سيستم مش للبروتكشن؟ كوركت. لا اخذته باور كنترول، في منكم اخذ باور كنترول صح؟ كونستنت فريكوانسي كونستنت فولتج. لا النورمال ستيت اللي احنا بندور عليها انه السيستم within the range في كل الكلمات الفاريبلز اللي درستوها، وبرضه لو صار عليه ديستربنس راح يضل ضمن الرينج المسموح فيه. واضح؟ بنروح بعد هيك للالرت ستيت، صار عندنا ديستربنس لارج ديستربنس، هذا شرحته باول شابتر بس ما فيش فيه فيديو صح؟ لو صار عندنا لارج ديستربنس شو حيصير فينا؟ راح ننتقل من النورمال ستيت للالرت ستيت. الالرت ستيت شو ماله؟ برضه الفولتيه والفريكوانسي كل الامور within the range، بس وين خوفنا؟ انه اقتربنا من المارجنز الستابيليتي ليمتس اللي احنا بندور عليه، او الاوبريتنج ليمتس اللي احنا بندور عليه. فحتى مع انه السيستم شغال انتاكت ما فيش اي مشكله عندنا، واضح الكاستمر مش معاني من اي مشكله، بس شو الخوف؟ انه اي ديستربنس جديد ممكن يطلعنا من النورمال او الهيلثي سيستم بالنسبه للكاستمر، صح؟ فنرجع كمان مره، ابتعادنا من دلتا 1 لدلتا 2 هذا السيستم بطل، خلينا نقول ضعفت الاستابيليتي، الاندكس تاعنا صار اسوء. طيب ليش بنحكي الكلام هذا؟ انه الفولتيه والفولتج ستابيليتي والروتر انجل ستابيليتي هم فيزيكلي كابلد مع بعض، بس احنا بندرسهم ديكابل. نقطه ثانيه، بحيث انه احنا بنحكي عن ريال باور ورياكتيف باور في نفس الوقت، لو عندنا جنريتر مشبوك مع بس، قلنا المحاضره الماضيه انه هذا الجنريتر الميكانيكال سايد فيه نوعا ما لو فريكوانسي، بس الالكتريكال كلياته الترانسفير فانكشن اللي هون الناتشرال فريكوانسي تاعته هاي هاي، فانت لا اضافه كاباسنس هون حتعدل الناتشرال فريكوانسي اللي هون، فكل ما عدلت الناتشرال فريكوانسي اللي هون شو حتساوي؟ حتقترب من مين؟ من الاوميجا ان. لما تقترب من الاوميجا ان بالنسبه لنا تو سيستمز شغالين ان بارلل مع بعض، شو راح يصير اذا الناتشرال فريكوانسي اللي هون ماتش مع الناتشرال فريكوانسي اللي هون؟ شو راح يصير؟ ريزونانس. شو يعني ريزونانس؟ ماكسيمم اوتبوت. شو يعني ماكسيمم اوتبوت؟ انت بتحكي عن ريال باور، فبالتالي تخيل معي احنا الكمبنسيشن اللي عندنا شو كان؟ رياكتيف باور. الرياكتيف باور وين ادتنا؟ بالريال باور تاعت مين؟ الميكانيكال سايد مينلي. برضو ماكسيمم باور كان نحكي كهرباء، شو يعني ماكسيمم ارمتشر كرنت؟ شو يعني ماكسيمم ارمتشر كرنت؟ شو يعني ماكسيمم ارمتشر؟ برضو هذا الجنريتر ممكن يتقدم من الالكتريكال سايد مش بس الميكانيكال سايد زي ما رسمنا قبل شوي. واضحك ولا لا؟ طيب شو الاصل صار مش اللاين؟ ليش احنا بدنا نعمل له هيك؟ ليش نضيف كباستر عشان يتظبط الفريكونسي؟ ليش الفريكونسي بتحفظ اصلا لما يطلع من الجليد؟ انا ما حكيت احنا نضيف كباستنس عشان الفريكونسي، احنا اضافه الكباستنس تعديل الرياكتيف باور، الهدف منها تعديل فولتج كنترول بس بالاخر بياثر على الفريكونسي. لا ما بتاثر اضافه كباستنس. لا ما بتاثر. لا بتاثر على مين؟ على الناتشرال فريكونسي مش ناتشرال فريكونسي. لكن هاي اوميجا ان شو كانت بالنسبه لي؟ لا هذا
second order system. أي second order system damped and damped بغض النظر damped ولا damped بخصوص زيتا يعني وش الكنترول لا بس هاي بالنسبة لنا natural frequency جذر ال C معي؟ هذا لو كان simple model هاي الناتشرال فريكوانسي تعديل ال او تعديل السي شو بعد اثر على الناتشرال فريكوانسي تاع السيستم مش الاوبريشن فريكوانسي الاوبريشن فريكوانسي هي هون شيء ثاني اه تمام طب سيركت ستور حق على دراسكم سيركت ستور طب الاوسيليشن وين بيجي لا شو الاوسيليشن شو هو تو سيستمز يعني جماعه الجنود اللي اكزامبل الموجود في صف سابعة جنود ماشيين على الجسر هم عفوا عملوا له ignition لشيء ولا هم بس ماشيين بس حركة رجليهم الناتورال فريكوانسي تاعتهم بما انهم إلهم certain frequency حيكون ما هو كل شيء في الحياة اي شيء ثابت هذا في جواته frequencies مش في oscillation جواته حتى لو انه بتحركش فيمكن لو كلياتنا نضرب هذا بفريكوانسي معينة شو حيصير حيكون في يعني نعيدها بطريقة ثانية أي شيء موجود له different frequencies لكن لو مشينا بشكل عشوائي هتكون في frequencies مع و frequencies عكسه و في frequencies decoupled عنه لو مشينا احنا في certain frequency الجيش وهو ماشي ماشي ب certain frequency قاعد بيأذي او بالأحرى بتناغم مع مين مع البارتيكلز اللي عندهم نفس الناتورال frequency اللي هو ماشي فيه كل شيء في كل system في الحياة في vibration شو يعني في vibration في فريكوانسي نبر فريكوانسي وناتورال فريكوانسي صح مش هيك درسنا بسيركت سو هاي الفريكوانسي موجوده بلت ان في اي شيء في الحياه بضل انت تأديها او تتفاعل معها او تستغلها لو اذا ذاكرين كنا نحكي ريزونانس بسيركت سو هو شيء احنا يا بنخاف منه فبنبعد عنه يا شيء بدنا اياه فبنروح له صح الان الجسر لو صار فيه ريزونانس شو يعني صار فيه ريزونانس ماكسيمم اوتبوت يعني ماكسيمم اوسيليشن شيء كويس مش إشي كويس معناته بدنا نحاول ما نتناغم مع الترددات اللي هو عايش عليها شو يعني الترددات اللي هو عايش عليها الناتشرال فريكوانسي تاعته يعني نجيب سيركت مسحناه للترانسفير فانكشن سيركت لها ال و سي لها ال و سي هاي لها ناتشرال فريكوانسي بغض النظر مشبوكه مع اي سي مع دي سي مع اي سي باي فريكوانسي لها ناتشرال فريكوانسي هاي بارامتر من السيركت بضل انه السورس يتناغم معها ولا ما يتناغمش واضح فاحنا بنخاف من التناغم في الكهرباء مينلي بالباور مش بالالكترونز في كونفرترز احنا بندور على الريزونانس بس مينلي احنا بنخاف من الريزونانس السلايد اللي كنا نشرح فيه بس نخرجنا معنا عن النص وبس عشان نشرح ليش هاي موجودة وليش هاي موجودة تمام بس طلع معي هاي مش موجودة بالسلايد لأنها مش شرط تكون موجودة مقتنعين ولا مش مقتنعين راح نجيب طيب يا ريت الكل يراجع هاي الأمور أساس إنه إذا في عندكم مشاكل نوضحها محاضرة لان اخر موضوع معنا كنا نحكي عن loss of synchronism loss of synchronism متى بتحتاج مين اللي احنا synchronism اكثر مره يعني لو واحد قال لك بدنا نشيك على synchronism ايش اول شيء بخطر في بالك ايه الوند لا شيء برضه قال سناب ماشينز سبيد فريكوانسي لا كيف نعمل نعمل كل جنرال ايش هذا ايش هذا الصوت سينكرونيزيشن لا
مشيته. الآن لو عندنا two generators، واحد من الجينريترز خرج عن الفريكونسي تاعت الثاني، شو راح يصير عندنا؟ واحد ما بيروح الجينريتر، صح؟ أو لا؟ فاحنا هذا الشيء بنخاف منه. نفس الكلام بنطبق على أي بوينت. لو افترضنا إنه هذا بس، هذا البس بفصل بين مثلاً ترانسميشن وديستريبيوشن، هاي شبكة وهاي شبكة، أو شيء ما خدوهوش انتوا اللي هو في الباور كنترول. لو عندنا تو ارياز، هاي الاريا بتشتغل على فريكوانسي وهاي الاريا بتشتغل على فريكوانسي بالترانزيت، في لحظة من اللحظات بيكون ديفيشن من الفريكوانسي اللي هون الفريكوانسي اللي هون او السينكرونيزم اللي هون والسينكرونيزم اللي هون مش اشي مناسب. فشو بنضطر نفصل هذا، شو بنسميه سينكرونايزنج تشيك ريلي، ماشي؟ هاي الريلي شو وظيفتها؟ تعمل تشيك بين A و B. فلو افترضنا الـ A side والـ B side، في هون جهاز اللي هو ريلي، شو وظيفته؟ يقارن هاي مع هاي. إذا استمر الـ out of synchronism اللي بنحكي عنه لفترة، شو لازم يساوي؟ لازم يفصل. أفضل كاركترستيك بتعبر على اللي احنا بنحكي عنه، شو لازم تكون؟ لا، inverse time characteristic. inverse time characteristic، لأنه لو كان الـ out of synchronism بسيط ما مش داعي يفصل، لازم نصبر عليه فترة طويلة، صح؟ لكن لو كان سيفير بالنسبة لنا شو لازم نساوي؟ نفصل بسرعة. فأفضل شيء تعبر عنه بقارن إيش مع إيش؟ بقارن. ليش أنا فكرت إنه سألتكم إنه تو جينريترز نقارنهم مع بعض، هل هم جاهزين يكونوا بالخدمة مع بعض؟ شو بنقارن فيهم؟ ماجنتيد مع ماجنتيد، فريكونسي مع فريكونسي، سيكونس مع سيكونس. إذا ذاكرين لما كنا إحنا ندمج تو جينريترز مع بعض ما كانوا يكونوا ماتش مع بعض 100%. كنا نختار اللحظة، يعني هاي A B و C، هاي هون عندنا جنريتر، هاي عندنا انفينيت بس، على أساس إنه هذا الجنريتر بده يدخل بالخدمة. كيف كنا نعمل التشيك اوف سينكرونيزمز اللي تعلمناهم بالماشينز؟ اول شيء نشوف السيكونسز مين صح. فشو نعمل؟ اللمبات، انه هاي ايه، لا اللمبات بالاخر، ايه هاي ايه اللي هون مين ماتش معها. يعني نرجع نقول انت شو عرفت انه هذا ايه ولا بي ولا سي؟ شو عرفك؟ فبدنا نقارن الفولتج ديفرنس اللي بيناتهم. فرضا طلع هذا ايه، كيف قررنا انه هذا ايه مش هذا مش هذا؟ لانه بالاخر هذا الجنريتر لما اشتغل بلش الايه من صفر معين، ف 120 درجه من بالنسبه لهي النقطه. طب هذا 120 درجه من بدايه مين؟ هل الزمن اللي هون نفس الزمن اللي هون؟ مش شرط، وغالبا لا. فدورنا على اقرب فيز هون، اقرب فيز هون طلع معنا زي هيك، تمام؟ فقلنا هذا الـ A وهذا الـ A برايم أو الـ A سمول و A كابيتال، هذول جاهزين نشبكهم مع بعض بسويتش. وبعد هيك طلع معنا هذا B وهذا طلع C. هيك قررنا. فلو رسمنا B حيكون هون و B برايم حيكون شفتد عنه كم؟ بالدلتا الصغيرة هاي اللي هون، أو لا مش هيك نعمل؟ نفس الشيء يصير، نفس الفكرة. طيب ما كانوا تماما ماتش مع بعض، يعني أي كونكشن بيناتهم في فولتج ديفرنس. فشو كنا نستنى؟ أفضل لحظة، أفضل لحظة لما بتساووا مع بعض. لما بتساووا مع بعض شو بيصير عندنا؟ الإنارة اللي هون ذاكرينها؟ الإنارة اللي هون شو حتكون؟ أضعف ما يمكن. أضعف ما يمكن معناته إيش؟ النقطة هاي اللي هون هي نفسها، هاي النقطة اللي هون نفسها النقطة اللي هون. فالثلاثة هذول شو حيكونوا؟ أقل لونز. فسكرنا السويتش، بس هذا كله بيتم أوتوماتيك، مش بالنظر، لأنه في ديلي بينهم وديلي بين دماغنا وإيديها. طيب، هذا كل شيء بيتم في مين؟ السنت تشيك ريلي اللي هون. هاي السنت تشيك ريلي اللي هون مبدأها نفس مبدأ اللي هون. إذا اختلفت الفريكونسي اللي هون اختلف الفولتج اللي هون في فترة بسيطة، شو راح يساوي؟
راح يفصل اريا عن اريا. يعني غالبا غالبا تخيل معي شركه توزيع وشركه نقل، يعني ترانسميشن ديستريبيوشن، تتوقع نفصل الترانسميشن ولا نفصل الديستريبيوشن؟ نفصل الديستريبيوشن. معناه انت لو فصلت هاي وهاي نفس الفكره، المعنى ان احنا بنحافظ على السورس، واضح؟ فبنفصل جزء من الديستريبيوشن ولا بنأثر الترانسميشن. هيك نعم. الاستاذ اللي جبتها يعني ايش اللي او ايش البروتكشن اللي مرتبط فيه؟ اللوس اوف اكسايتيشن حكينا انا وياك عنه. شو هو اللوس اوف اكسايتيشن؟ اذا خسرنا الاكسايتيشن كامل، اذا خسرنا الاكسايتيشن كامل شو الريلي لازم تشتغل معنا؟ تايم ديلي. هاي كاركترستك مش ريلي. شو هي؟ جنريتر خسر الاكسايتيشن شو بيقلب؟ لا قلنا اندكشن جنريتر، صح؟ شو يعني اندكشن جنريتر؟ بياخذ رياكتيف باور، فالباور فاكتور ممكن يكون جزء مهم عندنا. اذا قلب موتور او يعني سواء ضل جنريتر بس اندكشن، شو معناته؟ سحب كيو كثير. فيفترض الديستانس ريلي اللي قررناها تشتغل بالريجن هاي اللي احنا بندور عليه، انه انتقل من سبلاينج كيو لمين؟ ابزوربنج كيو، صح ولا لا؟ انا بس علامه استفهام حاط لكم اياها، كنت ناوي اجيبها بالفاينل فبذكركم فيها. تمام. كيف انه احنا بنحكي اندر اكسايتيشن وبنحكي عن ريفرس باور ريلي، ماشي؟ فهي نقطه انا تاركها على اساس انه اجيبها بالفاينل، فهي نبهتكم نور. نعم. استاذ اذا بندخل الجنريتر الجديد على الخدمه ممكن يشتغل في الموتر؟ لا انا ما حكيت هيك، طلع معي. انا بس حكيت ان احنا كيف بتشتغل التشيك سينك. التشيك سينك كيف بتشتغل او سينك تشيك كيف بتشتغل؟ نفس مبدا اللي حكيته انا بالماشينز، اللي انا شرحته قبل شوي شغل الماشينز، صح؟ احيانا السينك تشيك اللي حكينا عنها هاي بترفض انه الجنريتر يدخل بالخدمه. ليش ترفض انه الجنريتر يدخل بالخدمه؟ لانه محقق شرط السنكرونايزيشن. وشو بنضطر؟ نرفع الاكسايتيشن، نرفع الفريكونسي. كيف بدها يعني هيك الريلي رح تفصل؟ تمام. يا اما بنعمل السنكرونايزيشن صح، يا اما الريلي حتشتغل. ما هو الجنريتر مش شغال، الجنريتر مش شغال. اذا شبكنا احنا السنك تشيك صحيح، معناته اذا حققنا شروط السنكرونايزيشن معناته الريلي هاي شو مالها؟ مش راح تمانع، صح ولا لا؟ في شيء احكيه بطريقه ثانيه عشان افهم. لا خلص، يعني هيك احنا بنحطها اصلا عشان تفصل الى الفريكونسي. اذا الفريكونسي اختلفت مش الفريكونسي ما اشتغلتش، صح؟ اذا صار في ديفيشن، ليش صار في ديفيشن؟ هاي البوينت ايرور ان شاء الله. طيب هيك احنا خلصنا الشابتر هذا. نروح للشابتر الاخير، مش الشابتر الاخير، الشابتر الثامن اللي معنا. اللي هو الترانسفورمر. للتوضيح اكثر، الترانسفورمر بروتكشن احنا ما بنشرحه زي الكتاب، فعادي السكشنز اللي مش موجوده بالكتاب ما ترجع لهمش، يعني انت انطلق من السلايدات. اذا في شيء يعني مبين معنا 8.1 معناته هذا التكست من وين موجود؟ من الكتاب. اذا كان في شيء خارج الكتاب يعني نرجع بطريقه ثانيه. هذا الكلام ما فهمته بترجع للكتاب. اما سلايد مش موجود فيه انه هذا من اي سكشن ماخوذ، معناته مش من الكتاب، مش مطالب انت بالكتاب. فاذا فهمت السلايدات ما فيش داعي ترجع للكتاب، ترجع للبروبلمز او حتى هذا بدون يعني حسب نحكي فيه. طيب مبدئيا الترانسفورمر بروتكشن ايش بفرق عن الترانسميشن لاين بروتكشن؟ ايش بفرق عن الترانسميشن لاين بروتكشن؟ زي الجنريتر. الجنريتر شو بفرق عن الترانسميشن من ناحيه بروتكشن سايد؟ قلنا الترانسميشن مينلي الكتريكال، موستلي الكتريكال. اما الجنريتر شو كان فيه؟ ميكانيكال والكتريكال وغير هيك، وكان فيه شيء اسمه الارم وشيء اسمه تريب. ترانسفورمر شو تتوقع؟ نفس الفكره، لانه شو فيه؟ سريعا في فيديو جايبه معي ان شاء الله ما اطولش فيه. هو سيب ماشينز AC power at one voltage and eliminate at another voltage. In this way,
may work to achieve better transmission efficiency while transferring the power over longer distances. احنا مش عارف ليش احنا بنستخدم الترانسفورمر بالباور سيستم. هذا مش نفس الترانسفورمر اللي شفناه بالمحطة. In this video, we will go through the working and construction of a three-phase transformer by starting from its simplest form. The basic working principle of a transformer is simple: electromagnetic induction. According to this principle, a varying magnetic flux associated with a loop will induce an electromotive force across it. Such a fluctuating magnetic field can easily be produced by a coil and an alternating EMF system. A current-carrying conductor produces a magnetic field around it. The magnetic field produced by a coil will be as shown in the figure. With the fluctuating nature of the alternating current, the magnetic field associated with the coil will also fluctuate. This magnetic flux can be effectively linked to a secondary winding with the help of a core made up of ferromagnetic material. This fluctuating magnetic field will induce an EMF in the secondary coils due to electromagnetic induction. Since the turns are arranged in a series, the net EMF induced across the winding will be the sum of the individual EMFs induced in each turn. Since the same magnetic flux is passing through the primary and secondary coils, the EMF per turn for both the primary and secondary coils will be the same. The EMF per turn for the primary coil is related to the applied input voltage as shown. As a result, the induced EMF at the secondary coil is expressed as follows. This simply means that with fewer turns in the secondary than in primary, one can lower the voltage. For the reverse case, one can increase the voltage. But since energy is conserved, the primary and secondary currents have to obey the following relationship. Three-phase transformers use three such single-phase transformers, but with a slightly different coil configuration. Here, the primary and secondary coils sit concentrically. Two more such windings are employed in a three-phase transformer. Transformers with high power ratings. Less than high voltage one. تبريد كارنت هيت صح؟ مين الكارنت اعلى من هاي فولتج سايد ولا من لو فولتج سايد؟ لو فولتج سايد بالضبط حق القريب الهيت احسن عشان الايزوليشن لا مش بس الايزوليشن مش يصير بالرئيس ليكج لا ليكج ما فيش ليكج هم الاثنين في قلب بعض بغض النظر والليكج موجود بس يعني ايديا ليكج موجود لكن التاب شينجر التاب شينجر وين موجود؟ على البرايمري ولا على السكندري؟ السكندري لا ما بنعرفش على البرايمري حسب هو ستيب اب ولا ستيب داون بس احنا غالبا التاب تشينجر بيكون على الهاي فولتج سايد ليش على الهاي فولتج سايد؟ لان التاب تشينجر بتتغير على كرنت صح؟ مين افضل تغير على هاي كرنت ولا على لو كرنت؟ على لو كرنت فما دام بدك تغير التاب على اللو كرنت فمين بتخلي برا؟ التاب لاين غير عن جوا فالتاب تشينجر بتكون بالقلب من جوا القلب فيه كور هنا فلازم يفترض ان الهاي فولتج سايد يكون برا علشان التاب تشينجر. في دراسات انه يعكسوا ما بعرف شو صار فيها.
Conservers with high power ratings generally employ a special kind of winding, known as a disc type winding, where separate disc windings are connected in series to outer and inner crossovers. The low voltage windings are connected in a delta configuration, and the high voltage windings are connected in a star configuration. مش دائما هذا الشيء مش إجبار. ليش مش في كواي؟ ليش مش في دلتا؟ يعني لو اتناقشنا وياك ليش مرات نروح للواي عشان نيوترال واحد منهم بس. طب وده مقبول شغال الترانزيشن. النيوترال مش شرط يكون بالزمن فليش نروح للواي؟ higher voltage line to line turns ratio. لأن الفولتية اللي هون شو علاقة طب الفولتية اللي هون تدرس ثلاثة فيفترض إنه الواي بيعطينا فولتية يعني. طب ليش بروح لدلتا؟ عشان ترى زيرو سيكونس هارمونكس. عشان زيرو سيكونس هارمونكس واحد منهم. فالكلام اللي مش اجباري ها؟ بس انا عشان شيء ثاني هسه. Thus, the line voltage further rises to root 3 times at high voltage side. This also means that from a 3-phase step-up transformer, we can draw 4 output wires, 3-phase power wires, and 1 neutral. High voltage insulated bushings are required to bring out the electrical energy. هاي البوشنز اللي احنا بنحكي عنها ها. الهاي فولتج سايد او اللو فولتج سايد بغض النظر ليش احنا بنحتاج البوشنز؟ عازل وموصل كهربائي في نفس الوقت صح؟ زي ما شفنا بالمحطه. ففي شيء على الهاي فولتج سايد وفي شيء على اللو فولتج سايد. مين أعلى؟ هاي فولت سايد ولا لو فولت سايد في البوشنز؟ من شكله ها؟ The core of the transformer is made of thin insulated steel lamination. تعرفوا هذا الشيء صح؟ Such steel laminations are stacked together as shown to form the three-phase limit. The purpose of thin laminations is to reduce energy loss due to any current formation. The low voltage windings usually sit near the core. Various kinds of energy loss happens while transferring power from the primary to secondary coil. All of these energy losses are dissipated as heat. Transformer heat. I square R. كيف بدنا نتصرف مع هذا الهيت ونستغله؟ لازم نعمل له هيت ديسيبيشن. بدون الهيت ديسيبيشن بتكون هيت ستورج. ليش حكى بيكون مغموس بزيت؟ ليش مغموس بزيت؟ حتى يعمل تبريد او يعمل ديسيبيشن للهيت اللي ظهرت معنا. هون نقطة انطلاقها من الفيديو. هاي الراديتر اللي معنا، ليش هذا الراديتر الموجود؟ أساسا نطلع الهيت اللي موجود بالزيت اللي أكبر أريا ممكن زي السيارة. Oil in the tank will expand as it absorbs the heat. A conservative tank helps to accommodate for this volume change. اللي بصير معنا هذا الزيت بده يحمى، بده يبرد صيف شتاء، اوفرلود اللايت لود، يعني الزيت بده يسخن يتمدد، بده يبرد بده يرجع يتقلص. فمش مع منطق انه يكون كل شيء مسكر ها وبده يتمدد الزيت. طب بلاش يتمدد يتقلص شو حيساوي؟ زي القنبله صح؟ سواء اكسبانشن ولا عكس ذلك. فمحتاجين شو؟ ريزرفار اللي هون. هذا الريزرفار اللي هون ليش موجود؟ علشان انه الزيت بده ينزل ينزل بده يطلع يطلع. ليش ينزل يطلع؟ كلها اكسبانشن من العوامل، يا اما الكتريكال يا اما ثيرمال. To know more on different types of transformer cores and windings, please check out our other videos. Thank you. نرجع للسلايدات. على الترانسفورمر سريع على اساس انه نقطع جزء كويس اليوم. حسب الكباسيتي بتاعت الترانسفورمر، فرضا احنا بنحكي على 2.5 ميجا
لغاية 5 ميجا. هذا المين بوينتس اللي نفكر فيهم. لو تحت 2.5 ميجا فولت أمبير، متى بنستخدم تحت 2.5 ميجا فولت أمبير؟ بالدستريبيوشن أكيد. ومش أي لود، يعني مول مثلاً باخد إشي أعلى من 2.5 ميجا فولت أمبير. هذولا فيوزات وبكفي. لكن الفيوزز شرحناهم، قلنا شو مشاكلهم وشو الإيجابيات والسلبيات تاعتهم كاملة، نفس الفكرة موجودة عندنا. لكن لو وصلنا لغاية 5 ميجا ممكن نضيف instantaneous أو time delay أو current relay. أنتم بالنسبة لكم بتفضلوا instantaneous ولا time delay؟ مين بتفضلوا؟ لا بنفضل time delay في غير الـ transmission line. Transmission line هي backup protection صح؟ فالtime delay بالنسبة لنا أفضل. لو زدنا السايز تاع الترانسميشن تاع الترانسفورمر فمثلا رحنا لغاية 10 ميجا ممكن نستخدم كونفجريشن اكثر، نحن نحكي عنهم كلهم ان شاء الله. فمثلا فوق ال 10 ميجا فولت امبير، تذكر معي هاي الكلمه على اساس راح نوصلها ان شاء الله من اليوم. الهارمونيك ريسترين، الهارمونيك ريسترين برسنتج ديفرنشال، بتعرفوا انتم برسنتج ديفرنشال صح؟ ليش مش ديفرنشال على طول؟ لانه ما بيضل ديفرنشال على طول، لانه ايديالي الايرور ايديالي عمره ما حيكون الايديال والبراكتيكال مش متطابقين مع الديفرنشال سكيم. ليش؟ لانه في ايرور بين السي تي الاولى والسي تي الثانيه. هون ان شاء الله راح نحكي عن نقاط ثانيه، لانه الترانسفورمر زي ما شفنا بالفيديو بشكل سريع معاه شيء غير الكتريكال، نون الكتريكال بارت، محتاجين برضه نعمل بروتكشن للنون الكتريكال فاريبلز، مثلا تمبرتشر بريشر، وراح نحكي عنهم ان شاء الله واحد واحد. عشان هيك احنا كتابنا مش كثير بفصل هاي النقاط، فنوعا ما السلايدات تاعت هذا الشابتر اقرب للشيء العملي من هذا الشيء النظري. طيب مرات موقع الترانسفورمر او الفانكشن اللي بيأديه بيجبرك على انك ما تلتزم بالجايد لاينز اللي حكيناهم بدايه المحاضره. بمعنى يعني جنريتر ترانسفورمر تحت 2.5 ميجا فولت امبير لكن بيغذي سنسيتيف لودز، فمضطرين شو نعمل؟ نزيد معاه البروتكشن. مرات اللوكيشن، لو كان عندنا هذا الترانسفورمر اللي بعديه لودز كثيره، يعني عندنا تفريعات كثيره اللي بعديه، شو مضطرين؟ انه هذا نخسر كل اللي بعديه، فبيجبرك انك شو تسوي؟ تستخدم بروتكشن اكثر من هيك. مرات نقاط ثانيه يهتم فيها اللي هو الفولتج. اول شيء بتفكر فيه انت بالفولتيه شو هو؟ العزل. احنا ما بنكون الجنريتر موجود في اكسترا هاي فولتج وبكون السايز تاعه صغير، بس المعنى كل ما زاد الفولتج ليفل يفترض اهتمامك بالبروتكشن شو يكون؟ زين. هاي بنفس معنى اللوكيشن والفانكشن، لانه هو موجود بالاكسترا هاي فولتج او بالهاي فولتج، فبالتالي له دور مهم، فبالتالي اهتمامك بالبروتكشن فيه اكثر. الكونكشن والديزاين، مرات مقصود بالكونكشن انت الترانسفورمر مشبوك واي ولا دلتا، لازم تاخذ هذا الشيء بعين الاعتبار زي ما حنشوف كمان شوي. هاي السلايدات اللي جايه انا ماخذهم من انمي زي ما مبين معكم. بعض الابنورمال كونديشنز ممكن يكون انترنال اكسترنال. كيف يعني اكسترنال؟ ممكن الترانسفورمر يعاني من اكسترنال شورت سيركت او اوفرلود او اوفر فولتج. هذا الاختلاف بالنسبه لنا مش شيء انترنال جوا الترانسفورمر. كيف نعالج الاكسترنال شورت سيركت؟ يا تايم ديلي او يا الفيوزز اللي كنا نحكي عنهم صح؟ المعنى انه اي شيء حكيناه في الترانزميشن ممكن نطبقه هون من ناحيه الاكسترنال فولتر. الاوفرلود مبين، الاوفرلود شو محتاجين؟ كرنت ريلي صح؟ طيب والاوفر فولتج برضه الاوفر فولتج ريلي. طيب لو كان عندنا انترنال فولت، بعض الانترنال فولتس حيكونوا شورت سيركت. هاي شورت سيركت برضه زي ما حكينا بالجنريتر ممكن يكونوا بتوين تيرنز او بتوين وايندينجز، سواء هاي ولا هاي حيظهر معي، لازم احنا نعمل له ديتكشن ونشغل البروتكشن عليه. ممكن ما يكون مع الوايندينجز، ممكن يكون فيز تو جراوند او اي تفاعل مع الجراوند.
نون إلكتريكال ممكن يعاني من أوفر هيت. ليش يعاني من أوفر هيت؟ ممكن بسبب الفولتس، ممكن بسبب الأبنورمال كونديشنز اللي هو اشتغل فيهم، ممكن من أوفر بريشر. ليش صار أوفر بريشر؟ ليش ممكن نخسر الأويل؟ كمان شوي إن شاء الله. أغلب الإنترنال فولتس كيف نتعامل معهم؟ ممكن المخ الزرعي اللي شفناها بالسايت لما رحنا الرحلة سواء الأخيرة أو اللي قبلها، راح نطول إن شاء الله فيها المخ الزرعي لأنها مش موجودة بالكتاب. الثيرموميتر من اسمه ثيرموميتر، يعني بالنسبة لنا أي ثيرمال بروبلمز لازم يضرب معنا ثيرموستات، عارفين إنه هو سنسور ثيرموستات بالنسبة لنا. طيب الثيرمال إيمج، شو المقصود بالثيرمال إيمج؟ عبد الناصر مش موجود. ثيرمال إيمج لأنه مش راح نشرحها فبحكيها حاليا، أما الباقي أنا مشيت عليه بسرعة على أساس إنه راح نحكي عنه. أي شيء، الكاميرا الحرارية، شفتوا الكاميرا الحرارية بالرحلة ولا ما شفتوهاش؟ هاي الكاميرا الحرارية شو يعني حرارة؟ شو يعني إنفراريد؟ راديشن أو ويف لينث معين، يعني ويف لينث شو يعني ويف لينث؟ فريكونسي معين. فالكاميرا الحرارية تعكس لك الويف لينث تاعت كل الموجات اللي طالعة من هذا الجهاز. فالجهاز اللي يعني بالتشبيه، يعني لو أنت مسكت رد حديد ووصلته بالغاز أو بالصوبة أو أي شيء، مش حرارته ده تختلف؟ ليش حرارته ده لونه ده يختلف؟ ليش لونه ده يختلف؟ عشان الحرارة اللي فيه اختلفت، فالويف لينث اللي أظهره شو معنى؟ اختلف. نفس الفكرة هاي فكرة الثيرمال كاميرا. الثيرمال كاميرا لو عندنا مثلاً كوندكتر، هذا الكوندكتر صورنا فرضاً كان بيعاني من أوفر هيت هون غير عن هون شو معناته؟ اللون اللي هون مش راح يكون نفس مستوى اللون اللي هون، مش نفس مستوى اللون اللي هون. أنتوا عارفين الألوان الطف السبعة، عارفينهم ولا مش عارفينهم؟ بنتقلوا من تردد معين لتردد معين، من ويف لينث معين لويف لينث معين، من انرجي لانرجي اللي درستوه بالترجيم. فهذا نفس الشيء بنطبق عندنا هون. فلو احنا طلعنا، لو بالثيرمال الكاميرا طلع معنا انه في نقطة هون حامية زيادة، شو بنسميها هاي النقطة الحامية زيادة؟ هوت سبوت، يعني ترجمة بس حرفية هوت سبوت. هاي الهوت سبوت شو معناته؟ انه هاي النقطة او هاي المنطقة او هاي القطعة شو معناها؟ بتعاني من اوفر تمبرشر، اوفر هيت زيادة عن الواقعية. فمعناته اقرب شيء انه يكون له فيلير بالكامينج ايفنتس شو هو؟ هاي النقطة اللي هون. فاحنا بالثيرمال ايمج، بالايمج بروسيسنج او بالثيرمال كاميرا، شو بنقدر نتنبأ بالفولت قبل ما يصير؟ بنعمل له صيانة. لأن نفس الشيء هذا بنطبق على مين؟ على الاوفر هيت، على اي شيء كهربائي. واضح؟ اي شيء بيعاني من حرارة معناته نقدر نستخدم معاه ثيرمال ايمج. الاويل ليفل برضه راح نفصله كمان شوي. البريشر ريليف فالف والبخلز تاب تشينجر، انا ما راح اشرحه، انا راح اشرح بس البخلز. طيب كمل. لو كان الكتريكال فولز راح نتعامل مع السيرج اريستر. برضه السيرج اريستر شفناه بالسايت بس راح نفهمه احنا هنا، بدوش شيء شرحناه قبل هالمره. الاوفر كرنت ريليز يا بنحمي الفيزز يا بنحمي النيوترال. ديفرنشال ريلي هو المين بروتكشن غالبا بعد الفيوزات احنا بنفكر بوين؟ بالديفرنشال بروتكشن. الديفرنشال عارفينه صح؟ بنقارن انبوت باوتبوت، بس هون اصعب، يعني ادق شيء بالترانسفورم. ليش بنحكي كمان شوي؟ ثيرمال ريلي للالكتريكال فولتس، كيف يعني ثيرمال ريلي للالكتريكال فولتس؟ والله راح نشوف. تانك ريلي والفيوزز نبلش فيهم واحد. الفيوزز لأن هذا مبين معنا السكشن من وين جايبه، أنا من اللي قتل. الفيوزز وين مشكلتنا مع الفيوزز؟ الكوردينيشن صعب فيهم، بس احنا عارفين انه كل فيوز معاه انفرس تايم كاركترستيك. الانفرس تايم كاركترستيك ضروري انه الكابابيليتي كيرف تبع مين؟ تاع الفيوز ما ينصهر قبل ما يعالج الفولت، لازم يتحمل الفولت كيرف. فالكيرف هذا بالنسبة لنا مهم معنا، كل ما كان ديب هون معناته الفيوز هذا ما بنقدرش نستخدمه أكثر. بس بالمقابل الكاركترستيك الأكتوال كاركترستيك تاعته بإيش بتلزمنا؟ بالكوردينيشن مع الـ next segments. عارفين إن الفيوزز فيش فيهم كوردينيشن، لكن إذا إحنا بدنا الفيوز هذا يكون أسرع من اللي تحته، كيف يعني؟ إحنا بدنا إذا رسمنا ترانسفورمر هاي سبستيشن
فرضا انه عندنا فيدرز هنا، هاي الفيدرز اللي هون في سيركت بريكر هذا له تايم داير معين، لازم هذا شو يساوي؟ ما يستعجلش على الهاد صح؟ بالمقابل هذا الفيوز اللي هون او الفيوز اللي هون لازم يكون اسرع من مين؟ من السيركت بريكر اللي قبله. هذا التايم كوردينيشن المقصود. الفيوزز ما بيعملوا تايم كوردينيشن، بس احنا الكاركترستيك تاعتها بنقدر نحدد انه شورت سيركت ليفل كم بحتاج زمن، فبدنا اياه بدنا ناخذ هاي النقاط بعين الاعتبار. اضعف الايمان احنا بنحكي عن 150% من الماكسيمم لود لازم الفيوز يتحمل. موضوع الفيوز كيف بتحمل والبرفورمانس اندكس كنا حكينا عنه قبل المره داخل الهوت والكولد والكونتينرز. فما تنسوا مش ما فيش شيء جديد في الموضوع هذا اكثر من اللي احنا حكينا. تايم ديلي اوفر كرنت ريلي في سيتنجز لها واضح معنا السيتنجز انها 115% من مين؟ من الماكسيمم كرنت. كيف يعني الماكسيمم كرنت؟ بعد ما تاخذ تاثير البوسيبل اوفر لود. يعني لو سريعا عندنا 2.5 ميجا فولت امبير، هاي 2.5 بين 13.8 2.4 كيلو فولت. لو حسبنا الامبير منهم راح يطلع معنا على اللو فولتج سايد 104 وعلى ال الهاي فولتج على اللو فولتج سايد 600 امبير. لو بدنا نعمل سيتنجز على اللو فولتج سايد 600 امبير مش كفايه. ليش؟ لانه احنا عارفين انه هو شو معناه ممكن يتحمل اوفرلود. تحمل الاوفرلود فرضا اخترنا 20% اوفرلود، مع 20% اوفرلود كم صار معنا؟ 720. 720 هذا اللي بدنا نعمله سيتنج. السيتنجز احنا في الكتاب كم؟ 115%. فصفى السيتنج على كم؟ 830 تقريبا. هاي 830 باور سايد. احنا بهمنا وين؟ بالبيردن سايد. بالبيردن سايد بعد ما اخترنا السيتي ريشو، اخترنا السيتي ريشو كيف؟ لما بالامتحان بحاسبكم مع السيتي ريشو هون هم اعطيك اياهم. السيتي ريشو احنا بنقول 5 امبير اتريتد كونديشن صح؟ فهي 600 ل 5. ما عندنا مارجنز ان ايكواليتيز نهتم فيهم، فلو طلع معنا هذا 610 عادي بيكون هذا 600 السيتي ريشو، لانه المارجنز ما بقوليش الايكواليتيز مش داخله معنا هون. فالدقة مش مطلوبة في 605. كنا لما نقول عن الـ inequality 605 ما نقبلش انها 600 صح؟ الآن احنا ما في عنا inequality، عنا ايش؟ percentage. هاي الـ percentage معناته في مجال نغير فيه. فـ 600 ل 5 اللي اخترناها بيست على 5 operated condition. بعدين طلع معنا 828 828 بعد ما حولناها من 600 ل 5 طلعت معنا 6 و 9. إن فيها تاب بدها تكون أقرب تاب إلها مثلا 7 أمبير، هاي 7 أمبير هي الست بوينت عنا أو البيكر فاليو. فأي شيء بنقارنه بنقارنه بال 7 أمبير. لو افترضنا إنها هي أكيد تايم ديلي أوفر كرنت ديلي، فبالتالي ذاكرين فيجر 4.5 بنرجع نفس الفكرة. إذا هذا السيركت بريكر احنا نهتم فيه يفترض نعمل كوردينيشن مع هدول. إذا هدول السيركت بريكرز اللي نهتم فيهم نعمل كوردينيشن مع مين؟ مع هدول وهدول المجرى. تمام؟ هذا بالنسبة لنا المختصر للسلايد شو هو؟ 1.5 سوري 1.15 ضرب 20 الاوفرلود كانت صح؟ والسيتي ريشيو زي ما احنا متعودين زمان. الانستنتينيس قلنا الانستنتينيس احنا بنخاف منها. ليش بنخاف منها؟ لانها مش الفائده اللي احنا بندور عليها. وفي نقطه اساسيه ومهمه جدا عندنا اللي هي الانرش كارنت. مين بيعرف شو الانرش كارنت؟ الستارتنج كارنت. البعض ما تعرف ايش الكارنت في لحظه الستارتنج صح؟ هذا الانرش كارنت شو معناه؟ فيري هاي. ذاكرين لما كنا نحكي البس في المصنع والامور هاي ذاكرين ولا لا؟ حمزه. فهذا الانرش كرنت فيري هاي، يعني انت بتحكي عن 8 الى 10 مرات الاشياء اعلى من هيك، ارقام اعلى من 10 تايمز صح؟ فبالتالي هذا فولت كرنت ولا مش فولت كرنت؟ فولت كرنت. فكيف الانستنتينيس ريليت تتعامل معه؟ لانها انستنتينيس يعني مش دينا. فيفترض انه بيكون صعب التعامل معها، خصوصا انه احنا عارفين انه الفولت كرنت
والانرش كمان معاهم دي سي كومبوننت. هاي دي سي كومبوننت بتاثرنا بالالكتروميكانيكال ريليز اللي شبه انقرضوا، لكن النيورال ريليز احنا بنقدر نعملهم نتجنب الدي سي اوفست اللي بيجي مع الفولتس. الحل انه نعمل ديسكريميشن بحيث انه هل هو فولت كرنت ولا انرش كرنت. قلنا كل فولت له بصمته، عشان هيك مر علينا الهارمونيك كونستريت. الهارمونيك كونستريت شوف تفكيرنا فيه، كل فولت نعمل له اناليسيس بحيث انه نعرف انه هذا ايش، انرش ولا فيزيكلي فولت. حنرجع للانرش كرنت كمان شوي، معيش وقت اني اشرح البرسنتج ديفرنشال ما ينفعش امشي عليها بشكل سريع لانها جدا مهمه. بنكمل المحاضره ان شاء الله. الهوم ورك اللي بعثته